السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. ويا سيدي بس من الموصل. شلون؟ أبو جاسم من الموصل. أبو منو؟ جاسم. أبو جاسم من الموصل، يا هلا بيك وبكل أهالي موصل. تحياتي لكم وقناة وطن تي في. تحياتنا إلك أكيد. أبو جاسم قول لنا شو محضرين سحور؟ والله طياني إن شاء الله، القمر دهين و... الله أريد أني جعت جعت أبو جاسم. أنت راع مشاعرنا المتصلين، راع مشاعرنا. زين أبو جاسم تحضرنا إحنا سحور؟ تحياتي للأستاذ سامر وتحياتي للشيخ ولده. شكرا لك، وتحياتنا لك وتحيات كادر راديو أو قناة دبليو تي في لحضرتك. احنا اليوم بفنك تربح، متحمس تشارك ويانا بالمسابقة؟ ان شاء الله. طبعا صار لي يعني تقريبا نصف ساعة حاولني ما حصلت. الحمد لله انه حصلت، ونشوف الروض وين راح ياخذك ويا يا سؤال او يا اسئلة. اكيد. جغرافيا. ابو جاسم شلونك بالجغرافيا؟ والله نص نص. شلون؟ نص ونص. نص ونص. أيه. ابو جاسم، ابو جاسم اريد اسالك، تحب منو يسالك، اني لو ورد؟ انا ورده. ها؟ ورد ورد ورد؟ يا زين ما اخترت. طيب ان شاء الله سؤال سهل وتفوز، احنا هدفنا انه نربح الكل. سؤالك يقول ما هي فائدة خطوط الطول والعرض؟ نعم. ما هي فائدة خطوط الطول ودوائر العرض؟ وياك 30 ثانية للإجابة. خطوط الطول والعرض اللي هي تحدد دائما أرض الدولة أو يعني الحدود الفاصلة، خلينا نقول. لا. فكر فكر فكر، الوقت بلش يمشي سريع، نتمنى أن تربح ويانا وتجاوب الإجابة صحيحة. شنو فائدة خطوط الطول ودوائر العرض؟ بشنو تفيدنا؟ كل وحدة لها شيء. الخارطة، تعديل الخارطة. لا. اعتقد انتهى الوقت، انتهى الوقت. ابو للأسف جاسم، ابو جاسم للاسف انه ما ربحت ويانا اليوم بفنك تربح، نتمنى مشاركتك ويانا بالحلقات القادمه. اكيد. واكيد ناطرين مشاركتكم واتصالاتكم عبر ارقام هواتفنا الظاهره اسفل الشاشه مشاهدينا، وكذلك متابعينا عبر البث المباشر على الفيسبوك. ورمضان مبارك مره اخرى، وينعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. اكيد. الو الو، ويانا اتصال، ونقول الو. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى الأهل إن شاء الله. من ويانا؟ عماد. نعم عماد؟ عماد؟ ألو. نعم. ألو من ويانا؟ عماد. عماد. أياد، يسعد مساك يا أياد. أياد متحمس تدخل ويانا بالمسابقة؟ نعم. أوكي. بما أنه الرول هو اللي راح يختار لك مجموعة الأسئلة اللي راح نسألك إياها، فخليك ويانا وشوف الرول وين راح يروح. اكيد. يلا يا رول. يا رول على كيفك ويا عماد. نريد نربح اليوم. عواصم ومدن. سهله. شلونك بالعواصم والمدن يا عماد؟ زين. زين؟ لو زوين؟ لا لا زين. اكيد. نعم. زين اذا ما ربحت ويانا شلون يا عماد؟ فنك تربح. المهم المشاركه. عافية، أهم شيء الثقة بالنفس والطاقة الإيجابية. حلوة الروح الرياضية. فبالعواصم والمدن يا عماد أنا راح أسألك. أكيد. نعم. تمام؟ تمام. السؤال اللي وياي يقول ما هي عاصمة إيطاليا؟ يلا بسرعة، وياك 30 ثانية، فكر. والجهال شنو؟ الجواب جدا. روما. روما. صح لو غلط يا؟ صحيح. صحيح، ربحت ويانا الجائزة. ألف مبروك. عماد تسمعنا؟ أعتقد أغمى عليه من الفرحة. عماد تسمعنا؟ نعم نعم. عماد ويانا جائزتين، جائزة مقدمة من كوزمتك هدى يوسف، والجائزة الثانية من قصر سومر للسياحة والسفر، شنو تختار؟ سفرة ولا باكج عناية بالبشرة؟ لا لا السياحة سفر. أها. حلو. اسمك شنو؟ عماد؟ عماد مراح خضير. عماد شنو؟ عماد شنو؟ مراح خضير. عماد والدك ما سمعته، بس خضير عرفته. مراح خضير. مراح خضير. يا ريت انه اسف. عماد شنو؟ مراح خضير. مراح؟
خضير نعم مراح. اها تمام، الف مبروك وربحت ويانا السفره من قصر سومر، وان شاء الله ربي تروح وترجع بالسلامه وسفره سعيده مقدمه.